يبارككم ويحفظكم. لقد أعطاني الله كل سلطان في السماء والأرض، فامضوا لتبشير الناس من كل الأمم برسالة الخلاص ليكونوا أتباعي، واغسلوهم بالماء باسم الله ومسيحه وروحه القدوس، وعلموهم أن يعملوا كل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. الحواريون مسلسل في حلقات يحكي قصة رسل السيد المسيح الذين اختارهم ليبشروا الناس برسالة الخلاص. يابا سناء دائما تتأخر. ابني اللي يسمعك يقول عندهم شغل جدا مهم. ايه يابا نغيد نستغل الوقت ونلحق على المكتبة، نبور عندنا موضوع طالعنا بينه هذاك اليوم ونغيد نكمله اليوم. واشنو هذا الموضوع المهم اللي يغيح طالعون بينه؟ يابا هذا الموضوع حول رسل المسيح الحواريين. واكو مصادر بالمكتبة حول هذا الموضوع؟ طبعا هاي مكتبة عامة وبيها كل انواع الكتب، وأنا وسناء دائماً نروح هنوك حتى نطالع وتزيد معرفتنا. أها جيتو، إيش بيك تخبص الواحد؟ عالتقشع يابا، طلعت هي أم راهي. صدقني ابني، عملت لي وهس أجي معاكم وأطالع شوي حول الموضوع اللي ذكرتمه. ماكو أحلى منا يابا، الله يخليك، امشي معانا. أي يابا الله يخليك، امشي معانا. أنت ما تقول دائماً وخير جليس في الزمان كتابه؟ أي بابا، فعلاً أحسن شيء يعمله الإنسان بحياته يقرأ ويطالع ويزداد ثقافة ومعرفة. أمبور بالقراءة فوائد جدا كبيرة. يلا لكن غيحتيشي معانا يابا. هاي المرة اعذروني، أمبور عندي موعد مهم، لكن أوعدكم المرة الجاية غيح أغوح معاكم. مليح بابا، على راحتك. يلا لكن احنا غيحين. يلا يابا مع لكن السلامة. احنا غيحين. مع السلامة. مع السلامة.
أحس بشعور مفرح من أفوت لهاي المكتبة. إيه طبعا، هاي سعادة القراءة. يلا لكن خلي نزداد سعادي ونقرأ. يلا قرينا وعغفنا بالمرة السابقة كل اللي عملونه رسل المسيح، وأشهون نشروا كلمة الله بقوة الروح القدوس بكل مدينة القدس بعد ما حل الروح القدوس عليهم باليوم 50، وبرهنوا أكثر من مرة إنه هي مشهود على قيامة المسيح، وعلموا الناس كلمة الله، وكانت هاي الكلمة تنتشر بسرعة، وازداد عدد الناس المؤمنين بالمسيح من خلال تعليم الرسل. وعرفنا أشون تعرضوا الرسل للاضطهاد من بعض رجال الدين والشيوخ من بني يعقوب. وكان هناك رجال متشدد اسمه شاول، واسمه الروماني بولس. هذا كان موافق على قتل ستيفان. أمبور كان يقول عيسى هو المسيح الملك الجالس على يمين الله. وباليوم اللي قتلوا بينه هذا الرجال صار اضطهاد كلش قوي ضد الناس اللي آمنوا بالمسيح بالقدس، فتشتتوا كل الناس ما عدا الرسل بكل أنحاء القدس والسامرة. شاول كان دائما يحاول يدمر جماعة المؤمنين، فكان يروح من بيت البيت ويجغ الرجال والنسوان ويزتهم بالسجن. المؤمنين اللي تشتتوا راحوا من مكان لمكان يبشرون الناس بكلمة الله. فراح فيليب وهو واحد من رسل المسيح الاثناش المدينة السامرة، وقام يحكي لهم عن الأخبار المفرحة عن المسيح. يا ناس، عتخشعون هاي الآيات العظيمة اللي يعملها فيليب؟ أنا أريد أنتبه الحكين واسمع كلامه. نعم، عمبور يحكي أخبار تفرح. سبحان الله، الأرواح الشريرة اللي بالناس عتصيح وتطلع منهم بأمر من عنده، وكثير ناس مرضى طيبهم. الحمد لله، ما خشعنا فرح بحياتنا مثل اليوم. سامرة سحاغ اسمه سيمون، وهو سحاغ من زمان، وكان يقول على نفسه هو شخص ما عادي. كل الناس بالسامرة صدقوا بينه أمبور كان يغشم بسحره مدة طويلة، والناس قالوا عليه هو القدرة الإلهية. لكن فيليب من بشغ الناس بالسامرة عن مملكة الله وعيسى المسيح، آمنوا واغتسلوا متحدين بالمسيح كثير من الرجال والنسوان، وحتى سيمون السحاغ نفسه آمن وتغطس، وكان دائما مع فيليب بكل مكان. أمبور هو تعجب من الآيات والمعجزات العظيمة اللي كان يغشعها، وسمع الرسل بالقدس إنه أهل السامرة قبلوا كلام الله. يا جماعة، نحن سمعنا أنه أهل السامرة قبلوا كلام الله، ولهالسبب لازم نبعث لهم رسل من القدس حتى يصلون من أجلهم وينالون الروح القدوس. أمور هيهم ليه السماح عليهم الروح القدوس، لكن هي مغتسلوا باسم مولانا عيسى المسيح بس. فأش تقولون أنتم؟ أنا أقول لو نبعث لهم بطرس ويوحنا. نعم، هذا أحسن شيء. فغاح بطرس ويوحنا وخلوا ايديهم على الناس، فنالوا كلتهم الروح القدوس. يا بطرس، انا كنت سحار واسمي سيمون، وانا خشحت اشون الروح القدوس يحل من تخلون ايديكم عن الناس
ولهذا أنا فكرت بهذا الموضوع وعندي عرض لكم. أشنو هذا العرض يا سيمون؟ اطعوني هاي المقدرة حتى كل واحد أخلي إيدي علينه ينال الروح القدوس، ومقابل هذا غي حطعيكم فلوس كثير وأغنيكم. خليت فيدك فلوسك لموتك، مبور ظنيت تطيق تشتغي هبة الله بالفلوس، ولهذا السبب مالك نصيب ولا قسمي بهذا الشيء. مبور قلبك ما مخلص بنظر الله سبحانه وتعالى، فتوب عن شرك واسأل الله المغفرة للنية اللي فكرت بيها بقلبك، بلكي الله يغفر لك. مبور أنا عدقشة أنت أشقد من تلي مغاضة ومقيد بالشر. يا بطرس أنت مدعو لالله من أجلي حتى ما يصيغ بي شيء. بعد ما قدم بطرس ويوحنا شهادتهم وحكوا بكلمة الله رجعوا للقدس، وبالطريق بشروا ناس كثير من القرى التابعة لمنطقة السامرة. أما بالنسبة لفيليب فملاك الله سبحانه وتعالى كلمه وقال له: يا فيليب استعد أن تروح الظهر للطريق الصحراوي بين القدس وغزة. حاضر. وراح فيليب، وبالطريق قابل رجال من الحبشة كان راجع لبلاده بعد ما زار القدس للعبادة، وهذا الرجال كان وزير الخزينة عند ملكة الحبشة كنداكة. ومن كان هذا الوزير قاعد بعربته، الروح القدوس كلم فيليب وقال له: اتقدم وامشي مع العربة. فلما اتقدم فيليب سمع الوزير يقرأ كتاب النبي أشعياء: ساقون للذبح مثل خروف، ومثل حمل صامت بين يدين من يقص صوفه، لكن ما فتح ثمه، ذلون وعاملون بظلم، من يطيق يوصف نسله؟ مر حياته على غض انسلبت. انت فاهم اللي عتقرانه؟ اشون افهم اذا ماكو واحد يشرح لي؟ تعال 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 اطلع واركب معاي واشرح لي اذا تعرف. ايه نعم ريح اطلع وانا اشكرك. من فضلك قل لي عليه من عي يحكي النبي، على نفسه لو على واحد الاخ. هاي الايات اللي قريتها تتنبأ عن السيد المسيح، وما بس هاي الآية، آيات كثيرة موجودة بالتوراة وكتب الأنبياء تحكي عن المسيح. أنا غيح أحكي معاك وأبشرك عيسى المسيح، وأبدي معاك من الفصل اللي قريته. بعد ما سمعت هذا الحكي أنا أؤمن بكل الكلام اللي قلته. وهاي نحن وصلنا المنطقة بيها ماي، فأشنو المانع أن أغتسل حتى أتحد بالمسيح؟ إذا كنت تؤمن من كل قلبك فطيق تغتسل. أنا أؤمن أن عيسى هو مسيح الله المختار. يا خدام وقفوا العربة. يا فيليب خل ننزل حتى اغتسل. واغتسل الوزير على ايد فيليب، ولمن طلع من الماي روح الله خطف فيليب من قدام الوزير، وبعد ما غشعوا فالوزير مشي بطريقه وهو فرحان ويسبح الله. وفيليب ظهر بمدينة شدود اللي تبعد 30 كيلومتر شمال غزة،
وقام يسافر من مكان لمكان ويحكي مع الناس ويبشغم بكلمة الله إلى أن وصل للقيصرية، وهي مدينة شمال فلسطين على البحر. أما شاول فاستمر يهدد ويتوعد تلاميذ المسيح بالقتل. سيدي رجل الدين الأعلى، أغيد تطعيني رسائل المسؤولين المصليات اللي بدمشق حتى يعاونوني أن أقبض على كل اللي تبعوا طريق المسيح من غجيل ونسوان وآخذهم للقدس. غي حطعيك السلطة اللي طلبتها. يلا يا غجيل يلا استعدوا وخلونا نسافر دمشق. ولما نتقرب من دمشق فجأة ظهر حوله نور عظيم من السماء، فوقع شاول على الأرض وسمع صوت. شاول شاول، ليش تضطهدني؟ منو أنت يا سيدي؟ وش تريد؟ أنا عيسى اللي أنت تضطهده. قوم قوم ودخل المدينة وهنوك يقلوا لك أش غيح تعمل. الرجال اللي معانه وقفوا متعجبين وما طاقوا يحكون، مبورهيم يسمعون الصوت بس ما يغشعون أحد. شاول قام من الأرض وفتح عينه. أنا ما عاد أغشع شيء، أنا عميته كل شيء، ما عاد أغشع. يا رجال تعالوا قودوني ودخلوني دمشق يلا بسرعة يلا. شاول ظل 3 أيام ما يغشع وما يأكل ولا يشرب. بدمشق أكو واحد من تلاميذ المسيح اسمه حنانيا، فقال له المسيح عيسى برؤيته. يا حنانيا. نعم مولاي. قم يا حنانيا وروح للشارع المستقيم واسأل ببيت يهوذا عن رجال من طرسوس اسمه شاول، وهو هسع يصلي وغشع برؤيته رجال اسمه حنانيا يجي وحط ايدينه علينه حتى يرجع له نظره. مولاي انا سمعت من كثير ناس عن هذا الرجال وعن الاذى اللي سببه لاتباعك بالقدس، وهو جاهوني ومعانه سلطه من رؤساء الدين حتى يقبض على كل واحد يتبع طريقك. روح لهذا الرجال امبور، انا اختاريتونه حتى يكون سفير يحمل رسالتي للشعوب والامم اللي من غير بني يعقوب والملوكم والشعب بني يعقوب، وغيح غشعه أشون يتألم في سبيل رسالي. حافظ مولاي مثل ما طلبت، وأنا غيح أغوح. يا أخوي شاول، مولاي عيسى اللي ظهر لك بالطريق بعثني وأمرني أن أحط إيدي عليك حتى يرجع لك نظرك وترجع تغشع وتمتلي من الروح القدوس. أنا عاد أحس يقع شيء مثل قشوق من عيني. أنا عاد أغشع، كنت أغشع. يا حنانيا أنا أريد أغتسل متحد بالمسيح. بعد
ما تغطس أكل شوية فرجعت له قوته وظل مع تلاميذ المسيح بدمشق. وبعد هذا الشيء مباشرة غاح للمصليات يحكي مع الناس. يا ناس يا ناس آمنوا بعيسى الناصري، عيسى هو المسيح. اي نعم هو مسيح الله المختار. يا ناس يا ناس هذا ما اللي كان يحاول يقتل كل اللي يدعون بهذا الاسم؟ ايه وهو جاء هوني بأمر من غجال الدين اللي بالقدس حتى يقبض على كل واحد يتبع طريق عيسى وياخذ ملينوك. ايه وهسا هو قام يدعو الناس حتى يآمنون بهذا الشخص. هذا شيء عجيب، انا ما افهم اللي عايصير. بعض الناس من بني يعقوب من غشعوا هذا الشيء تآمروا عليه حتى يقتلونه. لازم نقتل شاول، أنبور هو تمادى كثير. لازم نفكر بطريقة نخلص بيها من عنده ومن تعليمه للناس. أكثر من هذا هو دائما يحيرنا بالأدلة والبراهين اللي يحكيها، ودائما يحكي ويقول عيسى هو المسيح المنتظر. نحن نراقب أبواب المدينة بالليل وبالنهار، وأشوقت ما غشعنا الفرصة مناسبة نقتله. أحسن حل هو هذا. يلا يا جماعة. يا شاول، أنا سمعت أكو مؤامرة عيدبروها جماعة حتى يقتلوك. يا أخوان خلونا نعيون شاول ونهزمه من المدينة. اي نعم خلي ننزله بسلي من سور المدينة بالليل ونبغر الأبواب كوي كل تمراقبي. يلا يلا يا جماعة، يلا يا شاول، يلا 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 يا جماعة. شاول غاح مباشرة للمنطقة العربية وقعد هناك مدة، وبعد هذا رجع لدمشق. وبعد 3 سنين تقريبا سافر شاول للقدس وحاول يتعرف على التلاميذ اللي هناك، لكن كلتهم خافوا منه وما صدقوا انه فعلا صار تلميذ وآمن بسيدنا عيسى. لكن برنابا أخذوا للرسل وشرح لهم أشون شاول غشع سيدنا عيسى بالطريق وسيدنا حكى معانه، وشرح لهم أشون شاول نفسه بشغ الناس بمقام عيسى بجرأة بدمشق. وبعد هذا التقى شاول ببطرس وقعد يمه 15 يوم تقريبا. شاول قام يتنقل مع التلاميذ بالقدس ويبشغ بمقام سيدنا عيسى بدون خوف، وقام يجادل غجيل الدين فصمموا أن يقتلونه مثل ما صار في دمشق. لكن الأخوة عيونونه وبعثونه المدينة طرسوس، وهي مدينة صيغ هسع جنوب تركيا. وكانوا المؤمنين ينعمون بالسلام بكل مدينة القدس وما حولها ومنطقة الجليل والسامرة، وعددهم يزيد يوم بعد يوم بقوة الله وبقوة الروح القدوس. بطرس كان يسافر بكل مكان، وفقد مرة زار ناس مؤمنين موجودين بقرية اسمها اللد وهي قريبة من يافا. يا بطرس، هذا الغجال المشلول اسمه إيناس، وهو نايم بالفغيش صار له 8 سنين ما يطيق يمشي. إيناس يا إيناس، عيسى المسيح يشفيك، قوم ورتب فغيشك بنفسك.
أنا طفتو تخوت رجلي أثق أقوم الحمد لله الحمد لله سبحان الله على هاي المعجزة سبحان الله الحمد لله اللي عيغشعنا هاي الآيات العظيمة وهدايته لنا الحمد لله الحمد لله هذا الشوق سكان اللد لمن غشعوا هذا الشيء كلتهم اهتدوا لله عز وجل. ماتت غزالة ماتت وخزغلها مدينة يافا. كانت دائما تعمل الخير وتعاون الناس المحتاجين. مرضت وفجأة ماتت ما حد يعرف ليش. أهلا غسلوها وحطوها بالطابق العلوي. يا جماعة ليش ما نبعث الأخ بطرس؟ هو قريب هون بقرية اللد. ايه هاي خوش فكرة، خل نبعث غجال اثنين ونقول له من فضلك تعال لنا بسرعة. احنا بعثنا عليك حتى تخشى عنا غزالة. أنبور هي كانت تلميذة مؤمنة وتحب الله سبحانه وتعالى، وهي ماتت فجأة. أخشى بطرس، أخشى القمصان والأحواس اللي عملتهم غزالة قبل ما تموت. إيه غزالة من وهي يساعد المحتاجين بعد. أريد كل الموجودين بالعودة يطلعون حتى أصلي وأدعي لله. يلا يا جماعة خلونا نطلع، يلا اطلعوا يا نسوان يلا. بعد ما طلعوا كل الموجودين بطرس ركع وصلى لله سبحانه وتعالى ودحق للجثة. غزالة يا غزالة قومي. أنا أقوم. غزالة اطعيني يدكي حتى تقومين. أنا أشبي. يا ناس يا ناس اتفضلوا اتفضلوا. هاي غزالة الله سبحانه وتعالى أحياها. اغشعوها طيبي وما بيها شيء. سبحان الله سبحان الله، هاي معجزة من الله معجزة من الله.